جيم التصميم الفني الهندسي للمنتج ويقصد بالتصميم الفني الهندسي للمنتج اعداد تصميم المنتج من ناحيه الابعاد والاجزاء والمكونات في علاقتها مع بعضها البعض وغير ذلك من النواحي ذات الطابع الفني الهندسي وما يرتبط بها من رسومات هندسيه ومعايير قياسيه للمنتج والاجزاء المكونه له. وبالرغم من ان هذا النوع من التصاميم ذو طابع فني فانه لابد من الاخذ في الاعتبار تاثيره على العميل وتميزه عن تصميمات المنافسين وبالطبع لابد من مراعاه تاثير التصميم على تكاليف الانتاج وعمليات التشغيل المختلفه دال تصميم العمليات الصناعيه يتضمن تصميم العمليات الصناعيه تحديد العمليات والمراحل التي يمر بها المنتج حتى يتم تصنيعه ويندرج تحت هذا النوع من التصميم انشطه مثل تحديد طرق الصنع وتحديد احتياجات الانتاج من المعدات والالات والمواد الخام والعماله واعداد وتسهيلات الصنع وتناوله وتحديد كيفيه الرقابه على هذه العمليات ويؤثر في تصميم العمليات الصناعيه عدد من العوامل اهمها حجم الانتاج المطلوب نوعه مستوى جوده المنتج والقدره الانتاجيه للالات والتركيبات ها انماط العمليات الانتاجيه يجسد نمط الانتاج والعمليات مجموعة من الخصائص والطرق التي تتفاعل مؤديه لإنتاج منتج معين سلعة كانت أو خدمة ويدخل اختيار نمط الإنتاج في دائرة القرارات الاستراتيجية التي يصنعها مديرو الإنتاج والعمليات ومن المهم اختيار النمط المناسب لأن هذا الاختيار سيؤثر على احتمالات نجاح أو فشل النظام الإنتاجي للمنظمة بشكل عام. ويمكن تصنيف هذه الانماط الى ثلاث تقسيمات رئيسيه هي واحد نمط الانتاج المتدفق او الخطي مفهوم وانواع نمط الانتاج المتدفق الخطي يتضمن هذا النمط كل من الانتاج الكبير والانتاج المستمر وعاده ما تتمحور هذه الانماط حول المنتج المنتج المستهدف انتاجه وفي هذا النمط تتوالى مواضع العمليات ويعد الاسلوب الخطي مناسبا في حاله وجود طلب عالي مستقر على منتج او عدد محدود من المنتجات ذات تصاميم ثابته على مدى زمن طويل نسبيا. وتنقسم اساليب الانتاج والعمليات الخطيه الى تقسيمين هما الانتاج الكبير والانتاج المستمر. اولا الانتاج الكبير يتمثل في انتاج مستقر لكميات كبيره منتج معين او عدد محدود للغايه من المنتجات المتشابهه مثل السيارات واجهزه التلفزيون او التليفون ودون ان يتطلب الامر في كل الاحوال التشغيل المستمر على مدى 24 ساعه يوميا وينتسب ايضا لهذا النظام الانتاج المصمم لعمليه انتاج محدده أي انتاج منتج او مجموعه مجموعه منتجات محدوده بكميات كبيره باستخدام التجهيزات الاليه الكثيفه ثانيا الانتاج المستمر فهو تشغيل انتاجي مستمر على مدى 24 ساعه يوميا اي سبعه ايام اسبوعيا و52 اسبوعا سنويا لانتاج منتج معين او عدد محدود نسبيا من منتجات متشابهه بكميات كبيره وتستخدم في ذلك تجهيزات راسماليه اليه مكثفه لذلك يتطلب الامر تكلفه استثماريه مبدئيه عاليه وتتميز عمليات عمليه الانتاج المستمر بتدفق مستمر للمواد الداخليه في التشغيل